باقة الإهداءات اللي فضلتم مشاهدينا يلقوها لكم في هذا اليوم المفتوح بمناسبة عيد الفطر. عندنا أول إهداء من ياسمين تهني عائلة نيدير وممغوش وكل من أطفال آدم ونسرين، أميرة، وسام، ونور، وماريا. عندنا كذلك أمين يهني عائلة بدري من وكل من الوالدين والإخوة، عقبة، أيوب، أحمد، لبنى، وأمينة، وإلى الخطيبة أسماء وعائلة سيركاستي، إذا ما إن شاء الله ما كنش غلط في الاسم ديالها. نروحوا تاني الإيمان قبل ما تكملي أنت الإهداءات ديالك. أنا نقول إيمان حبت أنها تهني كل عائلة عالم وكل من لؤي، إياد، عبد المؤمن، عبد الجليل، ياسمين ايضا، وماريا، لميس، ربي يخلي كل هذه الاسماء وكل هذه افراد العائله، امنيه، واسراء، وحتى شهرزاد والياس، ومولود يهني عائلته، وايضا الابناء ميسا، مهدي، وسفيان. احنا نقول لكم تاني تصحيتكم، قولي لنا انت تاني شنو هما الاهداءات اللي عندك. مازال وعدنا باقي من الاهداءات، راني نشوف بلي ماشي حتخلص اليوم، حنكملوها كامل الاهداءات وماشي خساره فيكم مشاهدينا، تقدروا كذلك يتواصلوا معنا على الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه. كاين اهداء لعبد الرحمن يهني عائله بودومي والام والاب وسميه، تهني بنات عمها دلال، سعاد، نسيمه، مريم، ونصيره. عندنا التهاني خاصه لعائله فيصل لكل من عائله حيرش طالبي وزبار بلمديه، وبالاخص للزوجه والام والابناء امين ونزيم. اكيد طبعا احنا ما نساوش كما قلنا وسبق وحكينا لكم قبل ما نروحوا مع الفرقه الموسيقيه الجميلات اللي راهم حاضرين معنا اليوم بهذه الازياء الرائعه. وقبل ما نحكي على ازيائهم على قعدتهم معنا اليوم، لازم نقولوا نشوفوا في هذا اليوم المفتوح، يعني من بعد راح نشوفوا علاش حبينا اليوم ان نطلع عليكم مشاهدينا بالازياء التقليديه، وهي داخله طبعا مع حمله البس جزائري في العيد اللي اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحنا ايضا حبينا ان نبادر ونكونوا مهتمين جدا، وحنا تاني نطلعوا اكزاكتومون نشجعوا العادات والتقاليد اللي تميز الهويه الجزائريه. نقولوا بلي متنوعه بزاف، من الشرق والغرب والشمال للجنوب، وكل منطقه وعندها لباسها الخاص. نشوفوا بلي العروسه كي تروح تلبس كامل لباس تاع تنوع في التصديره تاعها. جميل. واليوم رانا نشوفوا بلي مريم وايمان راكم منورين القاعده تاعنا بلباسكم التقليدي. قبل ما نهضروا معكم على هذه الحمله، حبينا نبداو معك ايمان على الخدمه تاعك، يعني نشكروك على عز تليفونك اللي حققت نجاح باهر خلال شهر رمضان. الله يسلمك ايمان. قبل برك ما نبداو الحديث، نحب نهني كل الجزائريين عيد سعيد على الجاليه الجزائريه في الخارج وعلى كافه الامه المسلمه ان شاء الله. احنا تاني نحييهم بالمناسبه. ايمان قولي لنا، نشوفوا بلي عز تليفونك كاميرا خفيه اللي تتعامل ولا توقعوا ضحاياكم، حيكون كما نقولوا الشعب الجزائري المواطن البسيط. خرجنا من روتين انه نديروا يكون الفنانين ولا حتى الممثلين اللي معروفين في الساحه الفنيه هم يكونوا ضحايا لكاميرا خفيه. ما كنتش متخوفه من رده فعل الجزائريين، خاصه وانهم مش متعودين هذا النوع من الكاميرا الخفيه؟ شوفي، الكاميرا كاشي على تليفونك سي تي نوفيل اكسبيريونس. دونك انا ومريم خرجنا سينا النيميرو الاولاني، لقينا بلي فوالا باينه بلي تاعها حتنجح، دونك كملنا فيها. اون بليس كاع على بالنا بلي لي زالجيريان عندهم دي رياكسيون، كل واحد كيفاش يرياجي، دونك درنا وتوكلنا على ربي وجات بيان الحمد لله. يعني لقات نجاح كبير عند المشاهدين، عند الجزائريين، يعني حتى نتلقاو رسائل على الفيسبوك يقولنا فوالا درتو ان بون ترافاي، كاميرا كاشي ناجحه ومليحه باسكو خرجنا على المالوف. اون بليس سي لا بروميير فوا جو بونس يكونوا دو في لي يخرجوا للشارع ويديروا كاميرا كاشي من هذا النوع. اكيد هي كانت من بين 10 الحصص اللي خدات، يعني حصه الاسد، وكانوا من بين البرامج الناجحين في رمضان في الجزائر واللي الناس تبعوهم، يعني هذه تكون اكيد فخر لكم ولا لا مريم؟ صح. قبل ما نجاوبك على شعب هذه المناسبه، نحيي جميع الشعب الجزائري والامه الاسلاميه ونقول لهم صحه عيدهم. والاكسبيريونس تاع كاميرا كاشي كانت جديده، الاولى من نوعها. انا وايمان ما خططنا لهاش، كنا قاعدين في سياج، قالت لي عندي كونسيبت تاع كاميرا كاشي، قلت لها داكا. خرجنا خدمنا نيميرو زيرو، بعثناه للدي جي بيان سور، عجبو، ما كنتش نتسنى باش دير كامل هذا النجاح. والحمد لله نشكروا جميع الشعب الجزائري اللي تابعنا في رمضان،
وبلا ما ننسى نوجه تحيه لي فيكتيم، كاين بزاف اللي زعفوا علينا بيان سور، ونقول لهم ما تزعفوش، هذه هي كاميرا كاشي في رمضان باش نضحكوا الشعب برك. اكيد زعفوا ايمان وداروا حاله وكان عندهم دي رياكسيون، يعني احنا ضحكنا لكن يحلي لهم هما في هذاك الوقت كيفاش قدروا ان وحده تقول لك اعطيني تليفونك. احنا ماذا بينا تحكينا ايضا على الصعوبات اللي واجهتوهم، لانه كما قلنا كل واحد لا رياكسيون تاعو، كل واحد كيفاش كانت رده الفعل ديالو. دونك احكينا شويه على الصعوبات. دي رياكسيون كانوا ديفيرونت بزاف، تماتك سا ديبون بيرسون بيرسون. كاين دي جون خلاونا حتى لي تيليفون تاعهم ما كسروش كامل راسهم، جوغ رجع لي تيليفون ما ترجعش سي بون بصحتك وبقى على خير. وكاين دي جون من ضربوا ايمان دخلت انا نسلك. صح شفناك مريم في عده مرات كنت تيجي تدخلي تقول لهم كاميرا كاميرا كاشي كاميرا كاشي، كنت خايفه لا يزيدوا يضربوا. انا خاف باسكو اشاك فوا كانت تبكي تقول لي ما جيتيش تسلكيني، الوغ جو بريفير ندخل نسلكها قبل ما يضربوها باش ما. وقتاش كنت تشوفي بلي لازم تدخلي تقولي بلي كاميرا كاشي؟ انا كي نشوف واحد حيقول لها بلي حنضربك ولا سيرتو داك تاع 36 كف، غير سمع 36 كف رحت نجري قلت له سي بون سي بون كاميرا كاشي. مريم على فكره تخاف بزاف، كانت تخاف بزاف عليا، تقول لي كانت تقول لي كي نقولها كان سنيتي شويه باش ما تقدرش تقول لي نو خاف عليك وما تخافكش ما يديروا لك. لكن ايمان واحد يكون حقاني شويه، ما كانش واحد في الجزائر ما حبش يشوف هذه 36 كيف كيفاش دايرين، نقول لك واحد ما يشبه الاخر. انا نقول لك كيفاش دايرين، كيف وحده هكذا وحده هكذا. لا غير كو غير عرضناه معنا اليوم، لا تي يقول لنا يعطونا شويه هي سبيسيال مون 36 كنا حابين نقصوها علاش؟ لا هو حددها قال لك 36 كف كف ما يشبه الكف. ايوا اكزاكتلي باش يكونوا 36 انا هذاك في هذاك في ولايه المديه تاع 36 كف مبدعين مبدعين بصح. شوفي مالغري انه الناس يعني تفعص لي في يدك، لازم نقول للمشاهدين انه كانت اصابات حقيقيه اللي شفناها على الشاشه وبكيتي. احكي لنا كيفاش قدرتي تكملي موراها. شوفي سي سا لو ريسك تاع لو ميتي ديالنا، دونك اون بليس كي تشوفي بلي ناجحه اي تو، دونك كاينه عفسه تبوسك باش تكملي في الكاميرا كاشي. في ميم سي واحد يعوج لك يدك، انا نحب نشكر ثاني لي كاميرامان اللي كانوا حاضرين معنا، كانوا يعني كانوا يسلكوك ما يخلوكش تنضربي ولا كون ديريكتومون يدخل فوالا كاميرا كاشي. دونك كنت مع رجال ما كاش كيفاش خوف، كانت كاينه مريم. صح شوفوا صح ايمان باش ما نخوفوكش، كاين بزاف نعرفوا باللي الجزائر بعض الشباب يعني يقولوا عنيفين شويه، ما خفتيش كش واحد يكون حامل سلاح ابيض؟ لا ما خفتش باسكو دوك نفهمك، كاين تعرفي انا كنت نعرف كيفاش تخيري لي فيكتيم تاعك لي فيكتيم اللي راهم حلاني حندير لهم كاميرا كاشي. في كاين كيفاش نقول لك كي يشوفوك طفله، يعني نقدر نقول لك بلي كثرتها رجال ما كنتش يعني ما كانش كاين عنف بزاف من كوتي تاع الرجال، نسى لي بوكو بلوس. حكينا على هذيك اللي ضرباتك. أيوة. كنا شفنا شوفي انا نحب هذيك شوفي 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 هذيك اللي ضرباتك ما خلاتكش با تهضري. شوفي اللي درت عطيني التليفون ما نمدش التليفون وما ديك كانت ضرب صح ولا كانت هي حاليا ما كنتش معايا الهضره ما كنتش معاك الهضره انا كي حبست انا بوغ ما شفتها كعاقله بتدوسا قلت لي زاباغونس وي سون ترونت وي قلت فوالا ندير لها كاميرا كاشي. دونك ما حد لي والو، ما شوفي ما عطاتنيش ما با لوكازيون نهضر، دونك عطاني تليفون وديبي دارت لي هكذا. انا كي دارت لي هكذا قلت تحبست ما بعداش شفتها في 19 عام دوك تحبس شفت كتبي ما بعداش مريم دخلت. حنا قبل ما تكملنا كامل الحكايه تاعكم واللي كوليس تاع الحصه روحوا شوفوا لقطات من برنامج عز تليفونك مع ايمان صحراوي ومريم جقاب، من بعدها ترجعوا معاهم في البلاطو. في الكاميرا كاشي راح نختبروا الصبر الجزائريين ونشوفوا لي رياكسيون ديالهم كي نديو لهم الهواتف ديالهم. لا عطيني التليفون عطيني التليفون مدام سي عطيني التليفون هاك يعطيك قلبي ولا غير دوك نديبوزي بيك فلان ايه البوليس راح مالك ثاني حنا عيطيلو من بعيد كينو بولا انتيا كيفاش فيها ما بغاتش فيها خير في ثاني برا تقول عليا مهبوله. شوفي شنو مدام شوفي ما تعطينيش مون بورتابل. اوه مانيش حابه نضرب اخو حبك نضربك نورمال نورمال ندير كاراتي غير روح نمساكريك هنا غير راك نضربك ب 36 كيف كيف ما تشبه الخوت استنى نو مي تا تي مالا توا تي سانغلي واش انت حايبه عندي فين هاد ها صغير دوري لهنا دوري دوري هاي لي كاميرا <تصفيق
كيف ضربيني برا؟ اكيد طبعا شفتوا معنا اللقطات، احنا حبينا شفنا كلش، يعني شفنا شوفي وشفنا 36 كيف، يعني ابرز اللقطات اللي مروا على البرنامج. وشنو هي اكيد احتكيتوا انتم اكثر بالمواطنين يعني والناس اللي كنتوا تشوفوهم كل يوم، شنو الحاجه اللي تعلمتوها من الجزائريين؟ يعني جامي في حياتك سيغمون ما احتكيتي اوطون بالشعب الجزائري وبالمواطنين وبالناس اللي ما تعرفيهمش، شنو هي الحاجه اللي رفتيها من هذه التجربه؟ شوفي انا الحاجه اللي رفتها يعني اللي شغل قعدت لي في راسي سي كو امبوسيبل مع لي زالجيريان تحصلي، دونك تكوني واقفه دوموندي زعما تو دوموندي ان سيرفيس تصيبي تصيبي. كاينين بنات راشا وكاين دي جون اللي كيقول لك فوالا نفليكسيلك باش ما تقعديش حاصله، باسكو يكون مزروب يقول لك هذا مرزوق فيكتيم كان جاز معنا قالي نفليكسيلك باسكو كان مزروب قالي نفليكسيلك جوست باش تعيطي. كاين وحده راحت فليكسات وعاودت ولات باش تعاود تعيط. وي ما غاتكش هذه تدي لها التليفون كان نقول لها غاتي روحي حنا غادتها بعد قلنا معليش نجوزوها سي بون. عجبتني رشا انه مازالهم تربطهم علاقه مع لي فيكتيم تاعكم هكذا، واش نفهموا من هضرتكم؟ نعم مازال كاين تربطنا علاقه قويه مع لي فيكتيم باسكو جوست ما نقول لهم كاميرا كاشي تو، دونك ناخذ نتبادلوا لي فيسبوك لي نيميرو تليفون باش لو جور اللي تكون حجوز فيها كاميرا كاشي ديال النهار يشوفوا روحهم هذاك النهار نقول لهم لي فوالا يحجوز. كاين ميم اللي ما خديناش لي كونتاكت تاعهم بصح لحقونا انا مريم طلبات صداقه. كاين مام الكاميرا كاشي لحقونا بزاف طلبات صداقه انا ومريم. نحب نوجه تحيه لكامل المعجبين ديالي ومعجبين ديالنا مريم. قولي لي ايمان اسكو راح ديري ان جور كونفيونس في ايمان الاخرى وتعطي لها تليفونك؟ اذا ما تديهوليش نعطي لها. دوين على بالك تشبي باصا على بالي بلي ما ديش. دابا نقول لك حاجه، كاين كوليك في قسم الاخبار طلعت خباو لي تليفون وقاعده ندور ضربت واحد اون دوميغ وانا ندور نمسح على التليفون ديالي خرجوا فيا كاع واش درت في لي فيكتيم خرجوهم فيا. ومن بعد حسيت فريمون واش معناتها تكوني مسحقه تليفونك وينحوا لك التليفون ديالك تكوني على بالك خلفوا لها الدار باش يستشفاو الناس. صح راه نشوفوا بلي اللي يقول لك الجزائري اذا نسى لي بابي تاوعو ما يقدرش يعاود يرجع للدار، معليش يسمح فيهم يخليهم في الدار بصح اذا نسى التليفون يشقى عليه جامي. ايمان جات شاطره من الاخر تدي له التليفون في وجهه وتقول له باردون نو ولا بلي بار تاع لي فيكتيم ما يخافوش على لي تيليفون تاعهم قد ما يخافوا على لي كارت ميموار. لي كارت ميموار ولا كارت تصاوري تصاوري لي كونتاكت فوالا كي شايف دو تيليفون تاع جورناليست. اه سورتو لا يقعد في لي كونتاكت في اجندا يقعد في الدار. وانت احكي لنا مريم كيفاش شنو هي الحاجه اللي تعلمتيها ولا اللي رفدتيها من الاحتكاك تاعك اللي صرا في هاد لا كاميرا كاشي؟ فهاد الكاميرا كاشي تعلمنا صح لي زالجيريان صح فحوله تما كي يلقاو طفله برا تسحق لي زونيتي ولا صح يمدوا لها ويديروا فيها كونفيونس. اون بليس كاين ميم كي تكون تهدر يروحوا يمشوا يخلوها بعد كي يولوا مساكين ما كاش تليفون سي فريمون دوماج لي في يكون جا جاكي اللي نوجه له تحيه جاكي اللي دي تليفونات نقول له صح عايدو مالك المصور مالك حنا دايرين نحيوه. لكن للاسف بنات ديروا في بالكم باللي مريم وايمان كي تزيدوا تحصلوا ما راح تلقاو حتى واحد غير فليكسي وما تنساوش تليفونات باسكو واحد ما راح يامنكم ما كانش دايغ لازم تحكيو لنا الحكايه هذيك تاع نهار صار لكم نتوما بروبليم ورحتوا للشرطه والشرطه حسبت لهم راكم ديروا كاميرا كاشي. مسكينه مريم شوفي كانت هذاك نهار تبدلنا لي رول، كانت مريم هي اللي تسرق التليفون تاع الناس وقفت حبست واحد فوالا هبلات وكذا باش نقول له فوالا كاميرا كاشي شتي احنا نقولوا فوالا كاينه كاميرا منا كاميرا منا وكاين كاميرا منا وريت له هذه كاينه هذه كاينه خزروا هكذا ما كاينش الكاميرا بورتو كانت محطوطه في ساك كيتو مخبيه. دونك ايماجين خزرت انا هكذا مريم خزرت الفيكتيفون قاعد ما فهمش واش كاين شو حسبت له داخله في الجو في خزرنا هكا ما كاش قعدنا عباكي تفش لي صح تفشي كيدو لك عفسه ديالك ولا كيسرقوك. مريم رحنا لقينا السلاح باسكو كان يمشي شغل رافت ساك اون زيغي ديالو دونك يمشي. مريم بوليس لا بوليس ما حبوش يجي واحد ما يسمع باسكو حنا متفاهمين كنا متفاهمين معاهم
قال فوالا كي كيعيطوا لكم لي فيكتيم ولا باغ اكزومبل اسا الماكسيموم ما تجوش ولا شغل ما تقيموهمش ولا شغل فوالا راكم اوكي هما كانوا متعاونين معاكم اللي نشكرهم ثاني الشرطه نشكرها بزاف بزاف قريما وخذونا في كاميرا تاع النهار عطاهم صحه على كاميرا مان وانتو كاع هما اللي حكموه الاولين باش جاو رجال الشرطه باسكو جا الشرطه كانوا حسبتهم انا تورنا اكيد المصورين اللي كانوا معاكم بيان اسامه وليد مغنين وليد وليد زيتوني هادوهم نحيوهم بالمناسبه نحيوهم تعاودوا نرجعوا للعيد رشا اكيد نشوفوا بلي راكم شبات الله يبارك زينتونا القعده اليوم قولوا لنا كيفاش فين تجوزوا العيد مع العائله يعني ديروا الحلوه في مثل 27 ونجو ولا راكم ضياف تاع عليك ايمان احنا الحلوه نديروها يومين الاخرين تاع لا فوالا اكثر معقد اني ندير في الحلوه واش درتي مريم الحلوه تحسيها قلاش درتي واش درت درت بقلاوه رحتي للصعيب الله 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 درت لي صابلي وجلجلانيه هذا ما كان ما هادو بزاف عليا اوكي شاطره صافا درت البقلاوه خلاص درتي كاع الحلوه ايمان واش ايمان ذوق ايمان تاكل برك وانت ايمان تحسب لك تي ثاني ما نسقسوك شو درتي كاطو انا ما نكذبش ما دارت ما شفتش شوفي نعرف ندير كاطو ما درتش الكاطو كنت شويه نوجدوا شويه انا ثاني ما درتش كاطو لكن عندي موهبه ثانيه اني ندوق الكاطو انا نوجد فوالا دونك واش رايك ايمان احنا نمروا ولا نشوفوا ايضا تهاني اكيد نواصلوا مشاهدينا مع اهداءات اللي وصلونا عندنا اهداء من فارس يهنئ طاطا رانيا حجاز طاطا نسيله طاطا ملكه طاطا سيرين وطاطا نجلاء وقيل هذا فارس راهو في لاكريش او عنده ولي طاطا او يهنئ في المعلمه تاعو عندنا تهنئه لكريمه اقول تهنئ عائله ادني وسلامي بالخصوص الوالدين الكريمين والاخوه محمد ومصطفى سيليا وحكيم والكتكوتة اقول انايس ربي يحفظهم وان شاء الله وصلكم اهداءاتنا وانتم مشاهدينا اذا حبيتوا كذلك تتواصلوا معنا وتهدوا تحياتكم بمناسبه عيد الفطر رانا هنا في الاستماع وفي انتظار مكالمتكم اتصلوا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه عندك اهداءات رشا اكيد عندي اهداءات لكن ايضا حبيت انا ايضا نفكركم ونذكركم دائما انه هناك الرقم اللي راكم تشوفوه فيه اسفل الشاشه تقدروا انكم تتصلوا بينا وتتواصلوا معنا باش تقدموا التهاني تاعكم وهو رقم 023 59 91 49 نعاودوه لكم 023 59 91 49 اذا دائما في التهاني حسام الدين يهنئ العائله ديالو او عائله مزنان عفوا برج روج والكتكوتة آية وآلاء ايمان من العاصمه وعائله زواوي والبنوته اسراء احنا ثاني نقولهم كامل صح عيدكم مراد ايضا يهنئ عائله خلاص بعين الدفله كل من الاطفال عبد الرحمن وساره وآية احنا نقول لكم صحة عيدكم ان شاء الله تقعدوا تتابعونا حتى يخلص هذا اليوم المفتوح اذا احنا واش رايك نروحوا فاصل اعلاني من بعدها نولوا قبل الفاصل رشا نقدموا التهاني لمريم وايمان نعاودوا نرجعوا للفرقه الموسيقيه نعاودوا نرجعوا للفرقه الموسيقيه بقياده ارزقي تيتيف باش تعاود تزهينهم ضرب جديد وتوجد روحها سونيا للصغاري تحمي تشال الشطيح طبعا تفضلي ايمان عندي تهاني نحب نوجههم بانا نحب نوجه تهاني لكامل لافامي صحراوي لافامي نبي كاين مون بير ومون فرير تاعي اللي ماهمش حاجه اللي ماهمش معنا راهم في العمرة نحب نقول لهم صحه عليكم زياره مقبوله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كاين ماسير نبيله ايسان ماري محفوظ ما سميره سميره ايسان فيونسي مروان كاين لو بتي يوسف ولافامي بالوتر في صدراتا وناس سوقها صحه عليكم كاملين حنا نحيوهم ثاني ومريم انا بهالمناسبه نقول صحه عيدكم من جميع العائله تاعي عائله جقاب وعائله اسعيد وكاع خواتاتي اليوم في الدار امينه هاجر وخويا بلا ما ننسى خويا هو العزيز محمد وما بال فامي منصوري ايمون فيونسي خالد اكيد ان شاء الله مريم بنت الحومه يعطيك الصحه كيما قلتي ايمان احنا نشكركم بزاف زينتونا البلاطو تاعنا بهذه التقليدي ربي يخليكم